السلام عليكم. راح نشرح اليوم إن شاء الله الكورس الخاص بالويل كنترول التكملي. طبعاً راح نبدي بشغلات بسيطة يعني كتذكير، وبعدين ننتقل إلى مسببات الرفسة، يعني هو موضوعنا الثاني اللي حكينا به. هذه يعني حالات اللي عندك هنا، هذا خاص بشون سائل الحفر مسيطر على الفورميشن فلويد، هذا كله يعني قلت لك هو بيسك، يعني فتشي بيسك هذا، وبعدين نبلش اذا الله سهل بمسببات الرفسة. الفورميشن هو عبارة يعني عن سوائل الحفر، سوائل الطبقة تحاول انه تريد تدخل الى انترنج للويل بور، يعني بس اللي مسيطر عليه من هو ضغط الهيدروستاتيكي اللي هو ضغط الطين. هنا شوف هنا هذه الحالة صار عندنا ضغط الفورميشن سيطر لي. احنا هنا هسه what is a kick، هنا لازم نعرف شنو معنات الرفسة وشنو معنى الفلو اوت. فهنا التعريف مالته هو هذا اللي المفروض انت فاهمه حتى من يجيك سؤال تجاوبه. It is an influx of formation fluid that causes the well to flow. اذن هو سوائل تدخل الى داخل، سوائل الطبقة تدخل الى داخل البئر من الفورميشن اللي هي محجوزة أصلاً بمسامات الصخور، تدخل إلى داخل البئر، تقلل لي من ضغط الهيدروستاتيك بريشر اللي هو سبب تقلل لي بطول العمود الخاص بالهيدروستاتيك بريشر، وتحجز لها هي مكان تاخذ من عنده طول، لأن إحنا معتمدين بالضغط على العمق أو الارتفاع هيج. لان انت تعرف انه سائل الضغط ايش يساوي لك، هو ثابت يعني تعديل الكثافات. هنا يعني الثابت بكثافة في ارتفاع. زين، عندك البلو اوت انه هو شيء غير مسيطر عليه، دخل لي الى داخل البئر زين وطلع لي على السطح. هناك الكيك كانت هي سائل دخلني من الفورميشن، بس شنو شيء مسيطر عليه، لكن البلو اوت هو شيء غير مسيطر عليه. شوف هنا، هذه احد الرقات في منصات البحريه شلون يعني سببت لنا هاي المشاكل. هذا كله بسبب انه انت ما ميزت الرفسه وما عالجتها، ولا قتلت البئر من استخدمت من عرفت انه عندك كيك، فسببت لي مشاكل اللي هي يعني حتى فقدان بالارواح، مو فقط المعدات والابار اللي انت تشتغل عليها، سببت لي يعني هيجي حرائق وهيجي مشاكل، سببت لي يعني قتل للارواح اللي ما تتعوض. انت دائما هو انت لازم سائل الحفر هو الوحيد اللي يسيطر لي على الفورميشن، لازم تحافظ على هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني هو انت داخل الى مكان وكانما انت داخل معركه مع الفورميشن فلويد، فورميشن بريشر هيك. فهذا الفرق بين الكيك وبين البلو اوت. سؤال يجيك يقول لك من اللي تقدر تسيطر على البلو اوت لو الكيك؟ اكيد الكيك. يعني أسئلة تجي إن شاء الله، وراح ننزل أسئلة وأجوبتها بفيديو للجروبات اللي إن شاء الله قاعد نشتغل وياهم. خلصنا من الليفل 1 إن شاء الله، الليفل 1 اجتنا مجموعة جديدة وراح نشتغل وياهم من جديد، وعندنا الليفل 2 راح نبلش وياهم إن شاء الله. هذا البلاوت. زين، أهم شيء تفتهم الكلمات الخاصة، يعني لأن امتحانك بالإنجليزي فضروري إنه تفتهم الكلمات اللي تنكتب عندك. مال هيدروستاتيك عارفين احنا هو وكثافته، هيدروستاتيك بريشر قلنا عليه مود ويت في ديف، هذه اساسيات، والجريدينت هو بس شيء
تشيل من عند الدف لفوت واحد، والبرجر والجريدينت هاي كلها حكيناها، والفورميشن فلويد هم حكينا، وقلنا هو سوائل محجوزة في البول سبيس الخاص بالروك اللي هي الصخرة، يعني مسامات الصخرة. وايضا هم حكينا على الضغط الفورميشن. زين هذا عندك هنا شلون محجوزه السوائل داخل مسامات الصخره، تريد تتحرر حتى تطلع الى مكان اوسع، لكن احنا مترصدينها بضغط عمود يسيطر عليها من خلال ابارنا الاستكشافيه. لازم تعرف شنو هو الكتم هو البرشة، هو ضغط قاع البئر اللي مسيطر عليه من على ضغط اللي يجيني من الفورميشن هيك. What is well control؟ شنو هو well control؟ هو السيطرة عليه من على منع الكيك، preventing a kick. يعني أنا منع الرفسة. شلون؟ عندي حالتين، عندي primary اللي هي همادة هيدروستاتيك، زين، اللي هي ضغط عمود سائل الحفر، أو shutting the well after a kick has been taken. إذن أنا منعت الرفسة بالبداية بضغط الهيدروستاتيكي، أو اجتني الرفسة ولكن غلقت البئر زين من حسيت إنه أنا شنو اجتني السوائل من داخل انطبقها، وتعتبر هذه سكندري يعني مرحلة ثانوية من بعد ما اجتني الكيك، فلهذا سديت غلقت البئر. وبناء مدى هيدروستاتيك بريشر يعني شلون قاعد يحاول يدافع عن الحيز اللي هو بيه من خلال الكثافة وطول العمود. عندك الفورميشن بريشر والمد هيدروستاتيك بريشر. شوف هذا 5000 والفورميشن 4800. ليش؟ انا حتى احاول دائما انه انا ما اخلي الحالة كريتيكال، ما اخليه يسيطر عليه الفورميشن يدفع بمجرد انخفاض شيء بسيط. زين فدائما الهيدروستاتيك هو المسيطر على الفورميشن بريشر. عندنا بعد هذه البرايمري والكنترول. السكندري شوف هنا الحاله، جتني الرفسه دخلت لي، ايش راح اسوي؟ راسا اغلق البير، ما عندي حل ثاني. زين واكو بروسيجرات نشرحها ان شاء الله، السوفت والهارد والبي او بي، طبعا هي من ضمن جزئين اللي خاصه بالويل كنترول اللي هي الايكوبمنت. حاليا احنا ما نشرح equipment وانما نشرح principle and procedure، اساسيات وطرق السيطرة على الابار. شلون تحدث الرفسة؟ شلون تصير الرفسة؟ How can kicks happen when hydrostatics falls؟ يعني شنو انخفاض في الهيدروستاتيك pressure عن الفورميشن، أو الفورميشن بريشر رايزز يصعد عندي، يعني ضغط الطبقة يكون أعلى من المتوقع من ضغط الهيدروستاتيك بريشر. هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أيضا كيك، يعني دخول مواعي إلى داخل البئر، هذا بما يسمى أو شون يحدث عندي الكيك. شلون يصير عندي الكيك؟ زين اذا هو شنو هو عباره، يعني اكو حالتين هنا راح نحكيهم ان شاء الله. مدى هيدروستاتيك انفورميشن بريشر، هيدروستاتيك يكون عندك معاكس الم للفورميشن بريشر، هذا خليها ببالك انه دائما الهيدروستاتيك بريشر هو معاكس للفورميشن. خلصنا من هالهوسه كلها الاساسيات البسيطه، راح ندخل في الموضوع الاساسي اللي هو causes of kicks. What causes mud hydrostatic to drop؟ شنو هي الاسباب اللي تسبب لي انخفاض في الهيدروستاتيك؟ تعرف الضغط هو ثابت في كثافه الطين في الترو فيرتيكال ديبث. اذا بما انه هذا القانون راح اعرف انه انا عندي شغلتين هن يسبب لي الكيك. زين عندي مود ويت اللي هي الكثافه، وعندي ليفل. زين
انخفاض الليفل ايضا يسبب لي كيك. ليش؟ لانه هيخلي لي بالهيدروستاتيك بريشر اللي انا مقرره شنو يسيطر لي على الفورميشن بريشر من خلال الابار الاستكشافيه. اكتشفنا عرفنا ايش قد الفورميشن، ايش قد ضغوطه، حددنا بالابار التطويريه والابار التقييم يعني التقييميه انه الفورميشن هذا كثافته لازم احتاج الى كثافه اعلى من عندي حتى اسيطر عليه. واحده من عندهم running into a bubble. زين انت من تنزل في طين ملوث بالغاز اكيد راح شي يسوي بسبب قله المساحه راح يبدي يعني يحصل له عمود يرتفع به عن عن يعني يخفض من عمود طول عمود الهيدروستاتيك بريشر. وبالهذا مثل ما تشوف قدامك انت تشوف هنا هيدروستاتيك انخفض السبب شنو؟ سبب انه قلت المساحه للبابلز موجوده بسبب البي اتش اي والدقاقه. زين البيت فسوى اخذ عمود، يعني انت الضغط يعتمد على العمود على الارتفاع ما يعتمد على الحجم. فهذا اللي سهم بين لي ايش قد انخفاض عندي بالهيدروستاتيك بريشر. تدوير لتنظيف البئر اكيد يعني انت بالبدايه انت عندك اساسا كان طين مسيطر لك على البئر، بس لكن عندك رفسه، فحتى تتخلص من الرفسه لازم تنزل وتدور الطين عندك، او انت اصلا على القاع وتدور الطين. ايش راح يجي؟ راح يجي ريديكيشن زين بكثافة الطين الى ان سائل الحفر الداخل من السطح الى داخل البئر بعد ما يكمل دورة كاملة وينظف لي البئر بالكامل واتخلص من الغاز. شلون اتخلص من الغاز؟ راح اعرفه من خلال الكثافة الداخلة هي نفسها الكثافة الخارجية. هذا ضروري انه انت تراقب البئر سواء عليه observation. احنا نشرح هذا الشرح وهو شرح ممل لكن ضروري تفتهمه حتى تقدر تسيطر على فهم المادة بالأكملها. وهذه هي مفاهيم أساسية تفيدك في فهم المشاكل المستقبلية اللي راح نواجهها ببعض المواضيع خاصة بالـ IWC. Gas in the well pore. عندك غاز وانت قاعد تحفر الطبقة الغازية، حفرك بالطبقة الغازية يسبب لك انخفاض في سائل كثافة سائل الحفر اللي يسبب لك انخفاض في ضغط سائل الحفر أيضا. تأثيرات تمدد الغاز في الأوبن ويل، يعني هذه التأثيرات من يتمدد عندي الغاز وكأنما تريد تعرف شلون سلوكية الغاز من يصعد للسطح. بالمرحلة الأولى طبيعي ما عندك أي جين، بالمرحلة الثانية بدأ الجين يزيد عندك، بالمرحلة الثالثة ازداد أكثر، بالمرحلة الرابعة بدأ يكبر يتمدد زين والجين شوفه هذا الجين بدأ يزداد. ايش راح يصير عندك هنا؟ راح يزداد عندك بكمية أكبر الى ان يطلع للسطح وكانما انت تعتبرها رفسه اجتك البير راح يجيك بعد انتهى. واذا هو سلوكيه غاز، هذه سلوكيه الغاز هي هيج، لازم انت تتخلص من الغاز. شوف تتخلص من الغاز وتحاول قدر الامكان انه تسيطر على البئر. لا تخاف من عنده، دائما سيطر على يعني اجراءاتك، كون جاهز. ليش نراقب ملء البير؟ ليش؟ حتى نتخلص من السوابينج. السوابينج هو عبارة عن تكور طين الحفر دائر ما دائر يعني حول الدقاقة. بسبب من؟ بسبب السرعة العالية بالسحب اللي ما يخلي تنظيف يعني ما يخلي مرور سائل الحفر من أثناء الملء حول الدقاقة ونزوله إلى قاع البئر. ف
فلازم يكون السحب ببطء. شنو هو السوابينج؟ It is a temporary drop in bottom hole pressure as the string is pulled upwards. يعني هو انخفاض في ضغط قاع الأرض أثناء ما تسحب السترينج إلى السطح. Pull pipe too fast. هاي واحدة من الأسباب الرئيسية. يعني تسحب الأنابيب بسرعة. هذه واحد أولاً. زين. Pull bit PHA. يعني أنت راح تسحب الدقاقة والمجموعة القاع البئر. عندك الفيسكس مات وعندك اللي هو زوجة الطين العالية والنرو أنيونس. يعني انخفاض في مساحة الفراغ الحلقي. All this make it more difficult for mud to move past the pit to full space created by pulling drill string. يعني هذه كلها تسبب لي انه صعوبة بنزول الطين بالمكان اللي ينسحب من عنده السترينج. يعني لازم اعوض. فانت اذا تسحب سريع او يعني عندك الطين الحفر لزج زين ويعني هذه وانخفاض في مساحة سائل الفراغ الحلقي هنا راح يصير عندك هذه المشكلة اللي هي السواب. شلون تتعرف عليه؟ سوابين كان بير ريكوجنايزد باي انكوركت هول فيلد. لازم تعرف ايش قد انت عندك سحبت لازم تعوضه. حديد انسحب هالقطين يحتاجه زين وتراقب التربتاك. هاي شغلتي هذني الادله اللي تفيدك. تريب تانك لازم تراقبه. فانت شقد ما تملي انت اذا عندك تكور على البريمه راح تسحبها اكيد قاعد يدفع الطين وياه هو قاعد ياخذ الطين وياه وقاعد يعبي على التريب تانك. زين تريب تملي ما قاعد يملي عندك انت اساسا ما يملي بس تخلي شويه راسا يعني تخلي كميه قليله راسا ملي او اساسا ما ياخذ عندك. فهنا ايش راح يصير عندك؟ عندك الديكيت انه عندك سوابي. فلازم شو تسوي؟ راح نعرف شنو الاجراءات اللي لازم نسويها بالصفحه الثانيه. بس اهم شيء انت تعرف شنو الانديكيشن للسوابي. هذني لازم تعرف انت خلينا نقول زين. The action to be taken if swabbing is observed. Flow check. سو flow check. شوف هاف البير جاي. إذا نيجاتيف يعني لازم أنت تنزل للبوتوم. زين. إذا يعني الحالة غير إيجابية فلازم تنزل للبوتوم. Circulate bottom up. لازم تدور تسوي bottom up وتستخدم عندك الشوك حتى تتخلص اذا كان عندك الهاز. تاخذه عن طريق الشوك زين حتى تتخلص من الغازات اللي او السوائل اللي جايتك من سائل من الطين اللي الفورميشن من الطبقة. سواب بريشر. سواب بريشر. بوتوم هول بريشر. مود هيدروستاتيك بريشر ناقصا من سواب بريشر. سيرجينج عندك سواب بريشر شفته انت يعني لاحظت الموضوع شلون قاعد يصير عندي الحاله. السيرجينج هو اوبوزيت سوابينج. السيرجينج يعني شيء معاكس لشيء ثاني وكانما انت السيرجينج السيرجينج يكون عكس العملية اللي تصير بالسوابينج.
راح يكون ضغط مسلط عليه من على البئر. هذا الضغط المسلط على البئر من خلال الكبس، خلال الكبس اللي راح يزيد لي الضغط على الطبقة اللي أنا ما أحتاجه هذا الضغط. يعني أنا محدد هيدروستاتيك بريشر، حددت الهيدروستاتيك بريشر سبب لي مشكلة إنه يعني محتمل أوصل إلى تشقيق الطبقة. تشقيق الطبقة راح يسوي لي فلوين أو لوزيز بضغط الهيدروستاتيك بريشر، زيادة بضغط الهيدروستاتيك بريشر. تشقيق الطبقة هو فقدان دورة سائل الحفر اللي راح تسبب لي بالمقابل انخفاض في الهيدروستاتيك بريشر، ومن بعدها راح يصير عندي كيك. إذن هذه الحالات أنا ما أحتاجها، ما أريد أوصل لها. ليش ما أريد أوصل لها؟ لأنه أنا هنا راح يصير عندي مشاكل أنا أريد أتخلص من عندها، ما أريد أمر بيها بسبب التوقف عمليات الحفر وفقدان أوقات الحفر لمعالجة مشكلة عند حد معين، عند مكان معين. أنا المفروض أستمر بالحفر بينما أنا سببت لي مشكلة بسبب خطأ بشري. خطأ بشري اللي هو المفروض أنا أتعرف على السيرجينج. أنا قاعد يعني المفروض سائل الحفر من يجيني فوق على السطح اللي هو يحل محله الحديد، بالعكس اللي كان عندي بالسيارة بالسوابين، يحل محله الحديد. الطين لازم يطلع عندي، لازم أعرفه أنا. فهنا إذا أنا ما انتبهت إذن هذا خطأ بشري. شوف هنا السواب شلون أنت من تسحب شلون الضغط الفورميشن يندفع عليه، بينما بالسيرج بريشر لا، بوتوم هول بريشر يساوي لك هيدروستاتيك بريشر زائد السيرج بريشر. شوف هذه المشكله انه زياده بالضغط. افكت اوف بايب سلاجينج يعني اضخ طين بكثافه عاليه حتى امنع من خروج الطين ويا الانابيب اثناء ما افتحها، بحيث يطلع لي بايب نظيف. زين افتر سلاج هاز يوتيوبد. يوتيوبد يعني شنو؟ يعني بدا ياخذ على شكل يو، فينطيني شنو؟ باك فلو تو تريب تانك فوليوم اوف، يساوي فوليوم اوف امبتي بايب هيج، فوليوم اوف امبتي بايب هيج. زين عندك البومبينج لايت مود اذا تريد الضخ ايضا انخفاض، يسبب لي انخفاض في كثافة سائل الحفر اللي تسبب لي كيك. زين heavy slag keep mud level inside pipe below rig floor pulling drain. يعني لو انا اسحب البايب نظيف ما بيطين. زين الباك فلو تو تريب تانك يساوي لك فوليوم اوف امبتي بايب. زين هيك هذه يعني حاول نفتهمها. ايضا قلنا على البومبينج لايت مود انه انت تقلل الضخ طين خفيف اخف من الطين اللي قلت انت تستخدمه بالحفر، ايضا يسبب لي انخفاض ريديكيشن ان مود ويت. زين بعد شنو عندنا؟ يعني هاي احد الحالات اللي تسبب لي انخفاض في كثافة سائل الحفر اللي هي وحده من مسببات الرفس. عندنا الكازز اوف كيكس ريديكيشن ان مد ليفل، هاي راح نتركها راح نشرحها في موضوع ثاني لانه الفيديو هسه حاليا صار 26 دقيقه وهذا حجم يعني انا متابع يعني اخواننا اللي مشتركين بالقناه ما يتباوع هالقد وقت، بس احنا المن هذه قاعد الناس حتى اللي يريد يستفاد من عندها. زين نحاول قدر الامكان انه نفيد يعني اكبر قدر ممكن من الناس اللي يريد يستفاد. ف
نحاول نخليها على فيديو ثاني ان شاء الله. شكرا جزيلا، تحياتي لكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني.